تعد الانتخابات النيابية المبكرة أحد أبرز تحديات حكومة الكاظمي، كونها المطلب الأساسي للمتظاهرين الذين غيروا الحكومة السابقة، وها هم اليوم يترقبون الإجراءات التي من شأنها تغيير المشهد السياسي. غير أن خطوة الانتخابات تصطدم بواقع مضطرب من النواحي الأمنية والسياسية، ناهيك عن عدم توفر شرط النزاهة. والمخاوف من شبهات الفساد التي شابت العمليات الانتخابيه السابقه. المتابع للمشهد العراقي يدرك جيدا ان بوصله القوى السياسيه تغيرت وها هي اليوم تؤيد اجراء الانتخابات المبكره بعد ان ايقنت ان الحراك الشعبي قادر على استبدالها وتجريدها من امتيازاتها وكشف اوراقها وسحب البساط من تحتها. لم تكن الثورة التي قادها الشباب العراقي الواعي لترضى بإعادة نفس الوجوه والأحزاب المتصدرة للمشهد السياسي، ولم تقدم الثورة المئات من الشهداء والجرحى من أجل عملية انتخابية يشوبها الغموض والضبابية، لكن الجدية والوقوف إلى جانب الشعب تبدو جلية على محيى الكاظمي الذي قطع الشك باليقين. وحدد موعدا واضحا لاجراء الانتخابات متجاوزا كل العراقيل والمعوقات الواقعيه والمصطنعه منها